مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز أو سيدة أعمال مميزة. رحبوا معنا اليوم بمستر محمد صاحب سمارت لايف تكنولوجي كومباني. أهلا وسهلا فيك مستر محمد. نورت البرنامج. مستر محمد، حابين نعرف أكتر عن حضرتك وإمتى بدأت تأسيس سمارت لايف؟ أنا محمد علاء الدين من مصر، مولود مدينة الفيوم، متخرج من هندسة حاسب وإلكترونيات. نعم تمام. خريج 2008 ما شاء الله. يعني أنا من زمان وأنا بحب المجال بتاع الكمبيوتر ساينس والإلكترونكس والروبوت والحاجات دي. يعني أنا حتى متخرج بمشروع روبوكون، حاجة لها علاقة بالروبوتس والبرمجيات والكلام ده ما شاء الله. وبعد كده بدأت الحين عملية. يعني دي كده نبذة بسيطة عن البداية. نعم، امتى بدأت تأسيس سمارت لايف هنا بالإمارات مستر محمد؟ في الإمارات بدين بقالنا سنة، يعني في شهر أبريل 2022. نعم، إن شاء الله مكملين يعني بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مستر محمد، حابين نعرف إيه الخدمات اللي بتقدمها هنا في سمارت لايف؟ احنا بنشتغل في كل ما هو له علاقه بالانظمه الاوتوماتيكيه، بدايه من الاوتوماتيك جيتس، الاكسس كنترول، الموبايل ابلكيشن، كل ما هو له علاقه بالجيتس والاوتوميشن في المباني وفي الهومز وفي الكوميونيتيز. نعم. مركزين اكتر على الباركينج سيستمز بكل مشتولاتها. احنا انظمه متكامله في الباركينج سيستم، من اول الجيتس البارير للتيكتنج ماشين للان بي ار كاميراز الموبايل ابلكيشن للدفع، الاوتوماتيك بيمنت ماشين، للمانوال كاشير. يعني كل ما هو له علاقه بالاوتوميشنز والاكسس احنا نعم. الحمد لله شغالين فيها. يعني سمارت هومز برضه، كل ده من ضمن مجالاتنا. طيب مستر محمد، حابين نعرف هو ينفع بعد ما يكون بيت عادي او البنايه بتاعته عاديه، ينفع ان انت تدخله يبقى هو سمارت هوم او سمارت باركينج؟ طبعا ينفع. احنا من ضمن مميزاتنا احنا بنشتغل كل حاجاتنا واي فاي او يعني وايرلس، فاقدر في اي وقت نحول البيت بتاعك سمارت هوم، مش اي مشكله. بالموبايل ابلكيشن تقدري تحكمي فيه اوبن يعني كلوز، وتعملي ديلي روتين، تعملي جروبس مثلا. عايز مثلا البيبان كلها تقفل في نفس الوقت، عايز الشبابيك كلها تفتح في نفس الوقت، عايز الاضاءه تقفل في نفس الوقت. وفي كمان يديكي الارم لو حصل مثلا اي مشكله. لو احنا ممكن نحط سنسورز على الدورز والويندوز، لو في حصل اي اقتحام مثلا او اخترق ليها بتقدر يجيلك الارم. لو في تسريب مثلا ميه او في مثلا تسريب غاز برضه يجيلك الارمات على الموبايل ابلكيشن. كل ده متاح في نظام السمارت هوم عندنا. طيب ما شاء الله. مستر محمد، حابين نعرف طبعا في ظل المنافسه الشديده الموجوده هنا بالامارات، ازاي سمارت لايف قدرت تتميز؟ الحمد لله احنا لينا فرع قديم في مصر، احنا بقى لنا 15 سنه في مصر ما شاء الله. تمام. فالحمد لله عندنا خبره كبيره جدا في المجال ده. حاجه يعني مديانا قوه هنا في الامارات. زائد ان احنا اسعارنا تنافسيه جدا مقارنه باسعار الحاجات المنتجات المستورده. نعم. او يعني الاوروبي مثلا والامريكي والحاجات زي كده. زائد ان انا الحمد لله فول انتجريت سوليوشن. انا عندي، لو انا انت عندك باركنج سيستم مثلا، او انت صاحبه مثلا بنايه. نعم. صاحبه مول او حاجه، اي حاجه انا عايزاها في الباركنج سيستم هتلاقيها عندي، مش محتاجه تروح شركه ثانيه عشان تجيبها لك. فدي اكبر ميزه مميزانا سواء في مصر او هنا في الامارات. انت لو عايزه بارير جيت موجوده، عايزه تيكتنج ماشين موجود، عايزه مانوال كاشير موجود، عايزه اوتوماتيك بيمنت موجود، عايزه موبايل ابلكيشن العملاء يدفعوا مش محتاج انه يعدي حتى على الكاشير موجود. عايزه كباسيتي سكرين تعرض عليها الكباسيتي بتاع الجراج عندنا موجود. عايزه في حاجه اسمها جايدنس سيستم، لو حضرتك خدت بالك مثلا في المولات الكبيره بيبقى في زي شاشات كده بتدل الزوار ان هو مثلا انا هو مثلا عندي الجراج مثلا متعدد الطوابق. فانا اصلا الطابق الاول ده مليان، فتيجي في سكرين كده فول سكرين في الجيتس. بيقول لك في فول ولا الدور الاولاني ده مليان، ما تضيعش وقت فيه بقى، خلاص خش على الدور الثاني على طول. او لو انت ماشي مثلا في اللين مثلا جوه الدور، فيقول لك مثلا اللين دي مليانه او فول، خلاص انا اخش على اللين اللي بعدها. فبتوفر طبعا وقت في الترافيك للعملاء اللي داخلين او الزوار اللي داخلين. وبتحسن البرفورمانس. وكمان ممكن اربط الكلام ده كله على الموبايل ابلكيشن، فبقى انا داخل اصلا عارف انا ممكن اركب فين، او الاماكن المتاحه فاضيه فين، اقرا اروح عليها على طول. حلو ده. فده برضه احنا عندنا ده اسمه سيستم جايدنس، اسمه باركنج جايدنس سوليوشن. احنا عندنا سيستم ده جديد حكايه الموبايل دي، لا اول مره اسمع. الموبايل احنا الحمد لله كل حاجه ربطناها بالموبايل دلوقتي. ما شاء الله.
فهو موبايل لوكيشن واحد بقدر اكسس منه واقدر ادفع منه واقدر اشوف الاماكن الفاضيه فين. نعم. طبعا كمان السيستم اللي انا ببقى فيه سكرينز طبعا في كل الكورسات اللي في الجراج عشان تقول لي اخش مين، لا ما اخش، اكمل او ما اكملش وهكذا. نعم. ده الجاينر سيستم. اعتقد يعني ما فيش حاجه ممكن الراجل يحتاجها في الجراج مش هيلاقيها عندنا، يعني لو نتكلم على اكسس اكسس للجراجات او الباركنج الاريا موجوده هنا. نعم اكيد ما شاء الله. فده المميز، ده الميزه الكبيره عندنا، ان انا مش محتاج حد. يعني انا كنت لسه امبارح مع عميل مثلا جايب الان بي ار مثلا، هي الكاميرا اللي بتلقط البليت بتاعت الكار من شركه، الشركه دي ما بتعملش حاجه غير ان بي ار بس. تقول له طب عندك السكرين تعرض لي مثلا رقم السياره؟ لا. طب عندك البارير؟ لا. طب عندك السوفت وير اللي هحاسب بيه؟ لا. لا هو بس بتاع ان بي ار، في حد تاني بتاع بارير بس، في حد تالت بتاع تيكتنج بس. فالحمد لله احنا انتوا شاملين كل ده بقى، كل حاجه. يعني انتوا بتاخدوا العميل من اي تو زد مثلا، انتوا بتعرفوا يعني العميل بيريح دماغه جدا، ما عندوش اي مشكله، غير ان احنا الحمد لله دايما اب تو ديت. يعني حتى لو احنا دايما عايزين في الليتست تكنولوجي، لازم نكون احنا في المركز الاول دايما. بنحب نبدا بنحسن بتاع الاخرون، ما بنضيعش وقت في الحاجات القديمه شويه. فده ده اكتر حاجه بتميزنا يعني. فدايما احنا اب تو ديت ودايما عندنا جديد، يعني ما بنستناش لما ايه لحد يسبقنا، دايما ان شاء الله نكون سابقين. ما شاء الله يا مستر محمد. مستر محمد، حابين نعرف عن نظرتك المستقبليه. نظرتي المستقبليه ان شاء الله احنا باذن الله احنا حاليا رقم واحد في مصر في باركينج سيستم، باذن الله رقم واحد برضه في الامارات في انظمه الجراجات الاوتوماتيكيه والسمارت هوم. عندنا موبايل ابلكيشن بنحاول ان شاء الله نتعامل ونطوره يعني يوميا اكاد تقريبا، بحيث يعني يشمل كل الخيارات وكل الريكويرمنتس بتاع العملاء هنا في الدوله. الدوله طبعا ما شاء الله متقدمه جدا في المجال ده، فاحنا بنحاول دايما نكون على قد التطور ده وقد التقدم ده يعني. ونحاول ان شاء الله يعني نركز في الموبايل ابلكيشن ده بحيث ان هو يبقى شامل لكل اختيارات العميل. انا برضه مش عايز انا مجرد ان هو العميل بس، مجرد ان هو مجرد يدفع بباركنج، لا يدفع باركنج وممكن يبقى في عليه مثلا ماركتنج لبراند معين، في مثلا زي ما قلنا كنا يقول له الجراج الفاضي فين. محتاجين ان شاء الله نتوسع في كل الجراجات المتاحه في الدوله، بحيث انا ابقى يعني، لان في طبعا ازمه كبيره هنا في موضوع الجراجات دي، ان انت رايح اي مكان مش عارف يا ترى هلاقي مكان، يا ترى مش هلاقي، يا ترى طب الباركنج ده تكلفته كام، يا ترى هدفع كام. دي ايشو كبيره جدا في الدوله هنا، لان المكان الاماكن زحمه جدا. فان شاء الله الجراج ده يعني بنتارجت ان هو يكون يعني خلال ان شاء الله سنتين يكون منتشر بصوره كبيره، بحيث ان هو يقدر يغطي كل الريكويرمنت دي. بس انت مثلا معاك عربيه، اي حد دلوقتي معاه عربيه اكيد راح مشوار عايز يشوف انا هعرف اباركن ولا مش هعرف. فده ان شاء الله هيبقى مفيد لكل الناس اللي موجوده هنا. ان هو انا رايح النهارده مثلا زي جاي عندك زياره في المكتب، فاخش اشوف ايه الباركز الجنبيه على طول، هلاقي فيه مثلا اثنين ثلاثه، وعارف التكلفه مثلا بتاع كل واحد كام، واحد ده فري، ده مثلا سي مثلا ب 10، ده ب 20، خلاص اروح مثلا على الفري، اروح على الاقل فيه حسب ما انا عايز او الاقرب. نعم. ده ان شاء الله هيكون حاجه مفيده جدا للعملاء. فده ان شاء الله الفيجن بتاعتنا ان شاء الله، ان احنا نكون رقم واحد، ونكون ان شاء الله عندنا موبايل ابلكيشن قوي يقدر يستخدم بيه اكبر شريحه ممكنه من العملاء ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح مستر محمد بالستارت. مستر محمد، احنا في افضل بلد هنا بالامارات، متوفر نعمه الامن والامان لكل المستثمرين، ازاي ده بالاخص قدر يساعد مستر محمد ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ والله احنا الحمد لله احنا لما يعني اخترنا الامارات طبعا بمجهود المشايخ بتوعها ومجهود الامراء اللي موجودين، الحمد لله عاملين بيئه خصبه جدا للمستثمرين، سواء من حيث السهوله والمرونه في التعامل، سواء من حيث الراحه النفسيه. يعني اهم من كل حاجه انك رايحه بلد بيستقبلك بيرحب بيك. نعم. يعني ممكن في بلاد كتيره يعني فيها مميزات ثانيه، بس ممكن ما يبقاش مرحب بينا كمثلا كعرب او كمستثمرين مثلا العرب، لا البلد هنا بترحب باي حد الحمد لله. الناس هنا وحشه جدا، ما فيش الحمد لله حد بيضايق حد، الاجراءات سلسه جدا وسهله جدا. يعني احنا انا اسست شركه وانا في مصر اصلا، ما احتاجش ان انا اجي هنا، يعني جيت بعد كده ليتر اون. فالتكنولوجيا هنا والبنيه التحتيه ممتازه جدا، سواء بقى من التغطيه بتاعت الموبايل كفرج، من حيث الانترنت سبيد، من حيث الحاجات كتير. انا شغلي كله تكنولوجي. نعم. فلو ما لقيتش مثلا انترنت سبيد كويسه مش هعرف اشتغل، لو ما لقيتش موبايل يعني كفرج كويسه مش عارف اشتغل، يعني هتلاقي فيه صعوبات عندي كتيره طبعا. فده الحمد لله يعني ده اكتر حاجه شجعتنا. وكان في برضه ان هو فتحوا المستثمرين الاجانب الملكيه، برضه دي كانت حاجه كويسه شجعتنا اكتر، ان انت تقدر تتحكم يعني او تبقى في مرونه في التاسيس وانشاء الشركات. نعم اكيد.
مستر محمد، بالاخير حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا بسمارت لايف تكنولوجي. احنا لينا ويب سايت اسمه smartlifeee.com، ده الويب سايت بتاع الامارات هنا. احنا مكاننا هنا في دبي في البيزنس باي في دورج بي 2 بي تاور، احنا الدور الخامس اوفيس رقم 511. نعم، اي حد يقدر يشرفنا، ودينا التليفونات موجوده وعلى جوجل مابس وعلى الويب سايت، احنا متاح ان شاء الله. اكيد اكيد. شكرك كتير مستر محمد، شكرا لك بوجودك معنا بالبرنامج. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.